إذا قيل لك ما هي التولة التي بها كما زعموا تحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، فقل هي أشياء يصنعونها، وكما قلت لا ينظر إلى نوعية الشيء، أي شيء يصنع من أجل أن يقرب في ظنهم الزوجين إلى بعضهم البعض فهي تولة، وحكمها في الشرع هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فإن وضعها من أجل أن هذه التولة تبقي العلاقة بينهما لكونها مؤثرة فهي شرك أكبر، لكن لو وضعها على أنها مجرد سبب مع اعتماده على الله فهو شرك أصغر، لأن الشرع لم يجعلها سببا. ويأخذ في هذا السياق، يأخذ الحكم ما يسمى بدبلة الخطوبة. فدبلة الخطوبة إن وضعت من أجل هذا الغرض فهي شرك. لكن لو قال قائل، ولربما أنه يكون، لأن بعضهم ربما أنه أو أن الزوجة تظن أنه بمجرد ما يخلع هذه الدبلة يظن أو تظن أن العلاقة قد نقصت أو أنه لا وفاق بينهما فتكون في حكم التولة. لكن لو قال قائل وضعها فقط مجرد أنها عادة فقل لا تجوز، محرمة. لما؟ لأن بها تشبها بالنصارى، ولذلك يضعونها في البنصر، ولذلك هم النصارى عند عقد الزواج يأتون بهذه الدبلة فيضعون هذه الدبلة عند الإبهام فيقولون باسم الأب، ثم يضعونها على السبابة فيقولون باسم الإبن، ثم يضعونها على الوسطى فيقولون باسم روح القدس، لأن عقيدتهم التثليث، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم ينتهي بهم الأمر أن يضعوها في البنصر. فوضعها ولو لم تكن هناك نية يكون محرما، فإن كانت من الذهب فيكون أشد تحريما بالنسبة إلى الرجل.